ولنقاش هذا الملف عن الرفض الدولي لنفوذ النظام الإيراني وتدخلاته في المنطقة ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، أحييكم وأحيي مشاهدي قناتكم. شدد وزير الدفاع البريطاني على أهمية مواجهة التهديد الإيراني والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة، كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ نعم، مثلما تؤكد المقاومة الإيرانية أن المصدر الرئيسي لأزمات المنطقة هو النظام الإيراني منذ أكثر من 3 عقود، فإن المجتمع الدولي الآن يعترف بهذه الحقيقة بتأخير كثير. يأتي هذا بعد 3 عقود من السياسة الاسترضاء والمساومة من قبل الحكومات الأوروبية والأمريكية تجاه الملالي. هذه السياسة كانت خاطئة ومدمرة للغاية، وتسببت في سيطرة النظام الإيراني على المنطقة وإثارة الحروب والفوضى في المنطقة. إذن يجب على جميع الدول الغربية وخاصة الدول الأوروبية أن تدين بشدة كل هذه الأعمال الشريرة للنظام، وتحديدا القمع الداخلي ودعم الجماعات المتطرفة والإرهابية والميليشيات التابعة له في المنطقة، كذلك مشاريع الصواريخ البالستية لهذا النظام. لو نتحدث عن دور البريطاني ومدى جدية بريطانيا في مواجهة إيران في المنطقة، خاصة بعد احتجاز ناقلة نفط بريطانية في تموز من العام الماضي من قبل إيران. على أي حال، كما أشرت، على المجتمع الدولي أن يقف بوجه هذا النظام الإرهابي، على جميع الدول الأوروبية الغربية امتناع عن أي تجارة مع هذا النظام. هذا مطلب شعب الإيراني كذلك الذي أكد عليه في الانتفاضة. على الدول الغربية وخاصة أوروبا الضغط على هذا النظام لحل حرس الإرهابي بأي شكل من الأشكال، لأن الاقتصاد الإيراني بيد حرس الإرهابي، والحرس يستولي على جميع مفاصل الاقتصاد في البلد. من ناحية أخرى، ونظرا لتصاعد الانتفاضات الشعبية في إيران التي تطالب بإسقاط هذا النظام والأزمات التي تحاصر النظام بأجمعه، جميع يجب على الدول الغربية وخاصة أؤكد على أوروبا الوقوف إلى جانب شعب الإيراني ومقاومته المشروعة واعتراف بحقهم في إسقاط النظام وإقامة حكومة ديمقراطية. بالحديث عن الشعب الإيراني، إلى أي مدى يدفع الشعب الإيراني ثمن مغامرات نظام الولي الفقيه وطموحاته التوسعية في المنطقة في سوريا ولبنان واليمن؟ الشعب الإيراني يدفع ثمن كبير وثقيل. احتجاجات في إيران واسعة وتزداد يوم بعد يوم. تجاوز احتجاج عمال صناعة النفط والغاز ومحطات الطاقة وإضرابهم الآن شهراً وما يزال مستمر في الوقت الراهن في أعتقد 55 مركزا في 12 محافظة على مستوى البلاد. خامنئي يصرف موارد الشعب الإيراني لميليشياته في المنطقة ولمشاريعه الصاروخية في المنطقة، في حين يعيش الشعب الإيراني 80% من الشعب تحت خط الفقر وفق أرقام الرسمية المعلنة من قبل حكومة نفسها. كذلك الشعب الإيراني يرفض رفضا قاطعا تدخلات النظام في الدول المنطقة وصرف أمواله لمشاريعه الصاروخية. في الحقيقة القمع وممارسة الضغط في حد أقصى في الداخل والاعتقالات والتعذيب والإعدام تجري على نطاق واسع، لكن الواقع أن إيران تعيش حالة التنذر بالانفجار. الشعب الإيراني لا يريد هذا النظام، نظام الملالي في مأزق تام من كل جوانب ولا مخرج له، فمعظم المواطنين مستعون. في الانتفاضة نوفمبر الماضي النظام قتل ما لا يقل عن 1500 من المواطنين، واستطاع أن ينجو من سقوط هذا النظام مؤقتا البتة.
ولكن سيسقط في نهاية المطاف على يد الشعب الإيراني ومقاومته الباسلة، ولا شك في ذلك. كل مؤشرات تشير إلى الحالة الانفجارية التي يعيشها المجتمع الإيراني. في الداخل إيران هناك قوة كبيرة منتفضة تقاوم، وهناك معاقل الانتفاضة. نعم. الواقع أن الشعب الإيراني يعرف جيدا أن النظام يتحمل مسؤولية نشر فيروس كورونا بشكل عشوائي، وبالتأكيد تعرفون فقدت قرابة 100,000 من أبناء الشعب الإيراني أرواحهم إثر وباء كورونا، بينما أعلن النظام وبكل دجل 20% من هذا العدد فقط. سيد مهدي، بعد اجتماع أكثر من 300 جمعية إيرانية معارضة ودعمها للتظاهرات الشعبية في إيران، ما مدى أهمية هذه الأصوات المعارضة في الخارج في دعم التظاهرات بالداخل وتحقيق مطالب القضاء على الفساد وإسقاط النظام الحالي؟ نعم، أمس كان هناك مؤتمر موسع متضامنا مع ذكرى 55 لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وحضر المؤتمر عبر إنترنت ممثلو أكثر من 300 جمعية إيرانية ممثلو جاليات الإيرانية من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. أعلنوا هؤلاء عن دعمهم لانتفاضات الشعب الإيراني لإسقاط النظام ودعمهم لمنظمة مجاهدي خلق ومعاقل الانتفاضة، كما دعوا المشاركون في المؤتمر إلى تدخل الفوري لمنظمات الدولية للإفراج عن السجناء السياسيين في إيران. طبعا هناك تأثير كبير لمثل هذه الفعاليات، وكانت أنصار مجاهدي خلق تتابع وقائع المؤتمر عبر إنترنت من داخل إيران. كما أشرت، هذا المؤتمر عقد لدعم الانتفاضة ومعاقل الانتفاضة في الداخل، والشعب الإيراني يريد إسقاط هذا النظام، وخلال الانتفاضات أعرب عن مطلبه لإسقاط النظام بشعارات الموت لخامنئي ولروحاني. هذا ما يقول الشعب الإيراني، وأكد عليه جالية الإيرانية أمس في بيانهم بأن الحل النهائي للأزمة الإيرانية هو إسقاط النظام الملالي من قبل الشعب الإيراني ومقاومته، ويجب على المجتمع الدولي الاعتراف بحق الشعب الإيراني في محاربة الفاشية الدينية الحاكم في إيران وفي ترسيخ الديمقراطية وحكم الشعب الإيراني. شكرا جزيلا لك مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس.